اللي يحزن ان انت اكتر مباراة حاطط ان انت تخسرها هي اللي تكسبها وتخرج بسبب مباراة كنت انت مفترض تكسبها عشان تتأهل. ده اللي حصل مع المنتخب التونسي اللي سجل في تاريخه انه كسب حامل لقب المونديال المنتخب الفرنسي في نسخة 2022، لكن للأسف المنتخب التونسي خرج من دور المجموعات مش بسبب فرنسا ولا بسبب الدنمارك، بسبب المنتخب الاسترالي مفاجأة المجموعة اللي خسر قدامه في الجولة الثانية. وده درس بصراحة لمنتخباتنا ولفرقنا كلها، ان انت لازم تبقى عندك كل الثقة ان ممكن الماتشات اللي انت مش عامل حسابها ممكن تاخد النقاط بتاعتها. يعني المنتخب التونسي لو حد قال له قبل المونديال على فكرة انت هتكسب فرنسا في المجموعات يقول لك ده احنا كده خدنا المركز الاول، لكن تخيل انك بتكسب فرنسا في دور المجموعات وبتودع البطولة في مشهد حزين جدا. مدير الفني جلال قدري انتقادات لاذعة من قبل المونديال وفي اول مباراتين، وبصراحة كان يستحق الانتقادات دي في وجهة نظري بسبب طرق اللعب اللي لعب بيها والتاكتكس كمان. يعني انا اوكي متفقين 3 4 3 او 3 او 3 5 2 او 3 4 2 1 ايا كان، هي طريقة مناسبة للمنتخب التونسي انه بيأمن بيها ولعب بيها، شفناها لما لعب بيها في البطولة العربية وبتأمن، واحنا عارفين 3 4 3 طريقة بتأمن في الدفاع كويس، لكن مش كل المباريات هينفع تلعب بتأمين دفاعي، لازم تهاجم، وده اللي انت افتقدته في مباراة استراليا. النهارده المنتخب التونسي الشوط الأول بيلاعب نجوم العالم، حتى ايفن بيلعبوا الصف الثاني، المنتخب الفرنسي يبقى لعبته كلها من نجوم العالم وأندية العالم الكبيرة، حتى لو بيلعبوا الصف الثاني المنتخب التونسي قدم 45 دقيقة أولى ممتازة ممتازة ضد لعيبة المنتخب الفرنسي اللي ما كانوش قادرين ياخدوا خط الوسط. ونحط هنا يعني 100 علامة خط وكذا خط تحت خط الوسط. الشوط الأول المنتخب التونسي قدر إن هو يستحوذ على خط الوسط في وجهة نظري بسبب حاجتين. وهاب الخزري بيلعب فولس ناين، ما بيلعبش مهاجم صريح، بينزل نص الملعب وبيعمل إضافة. محمد بن رمضان اللي على ورق اللعب وعلى طريقة اللعب في الملعب ربما يكون جناح أيسر، بينزل وبيخش وسط الملعب عشان يساعد في عملية بناء اللعب، وكمان هو أصلا لاعب مركز 8 في الترجي، وعارفين محمد بن رمضان كلنا في مصر وياما أندية مصر لعبناه كتير. الكثرة العددية في نص الملعب ادت قوة للمنتخب التونسي انه يستحوذ على مجريات اللعب قدام تشكيل اسامي كويسة طبعا واسامي ممتازة جدا المنتخب الفرنسي، كامافينجا تشاوميني وكومان، يعني لعيبة كبيرة، وفاران في الدفاع لعيبة كبيرة جدا، لكن ينقصهم الانسجام مش زي المنتخب الصف الاول، مش زي المنتخب الفرنسي اللي شفناه قدام الدنمارك وشفناه قدام استراليا، في انسجام مش موجود، وبالتالي ده ادى المنتخب التونسي الفرصه ان هو يستحوذ، وكلنا كنا على امل ان تونس كانت محتاجه هدف بس مع بقاء طبعا التعادل يسيطر على مجريات مباراه الدنمارك واستراليا ومحدش يكسب التاني. كانت سهله فعلا، كانت سهله بصراحه مهمه المنتخب التونسي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. المنتخب التونسي في وجهه نظري لو كان عمل نفس الشكل ده في المباراه السابقه كان ممكن ما خرجش خسران بكل تاكيد قدام استراليا، هو خد نقطه من الدنمارك لكن اكيد ما كانش هيتغلب من استراليا. ليه؟ لان انت حطيت مدافعينك قدام، طلعت مش سايب بقى الكوره للمنافس هو اللي ياخد الفعل وانت رد فعل، لا قدام منتخب الفرنسي النهارده شفنا منتخب التونسي في اوقات كتيره هو الفعل، انا الفعل، انا اللي بهاجم، انا اللي بعمل اوفر لابس لكشريده وعلي معلول. كشريده من اليمين عمل مباراه ممتازه جدا، وجدي كشريده عمل مباراه ممتازه جدا، وعلي معلول نجم النادي الاهلي برضه عمل مباراه جيده سواء هجوميا او دفاعيا، وما كانش فيه اي التزام بالدفاع المميت او الدفاع المطلق على طول الوقت، لان ده بيدي اللي قدامك دفع. اه المنتخب الفرنسي متصدر وكل شيء، لكن برضه لقى صعوبات، يعني كينجزلي كومان ما عندوش مساحه وعمال يتنقل من اليمين للشمال بس مقفوله، وبنتكلم على واحد من نجوم بايرن ميونخ، نادي مش قليل في العالم. نفس الامر ده في وجهه نظري التكتيك ده لو كان اتلعب بيه قدام استراليا كان قدر المنتخب التونسي ان هو على الاقل تقدير ياخد نقطه، لو كان خد النقطه دي كان صعب جدا على المنتخب الاسترالي ان هو يكمل في مهمته ويصعد. هي دي الفكره، دي الغلطات اللي دايما التاريخ بقى بنقعد نفتكرها وندفع ثمنها كتير، غلطه قرار مدير فني.
غلطه قرار مدير فني جلال القدري في وجهه نظري كان يقدر ان هو يحط منتخب بلاده في دور ال 16 لو كان لعب الماتشات اللي فاتت بنفس التحرر اللي لعب بيه ماتش فرنسا. انت النهارده اتحررت ليه؟ خلاص انت بتخرج من البطوله فالضغوطات متشاله خلاص بقى عليا وعلى اعدائي. يا عم اعمل كده من الاول، اعمل كده من الاول، ما تستناش المصيبه لما تقع وتبدا تقول بقى ايه تفكر بطريقه فيها مخاطر. من الاول انت مش خسران حاجه، محدش هيلومك، انت بتلعب مونديال، مش بتلعب مونديال كل سنه، فرصه قدامك ومعاك سكواد كويس. سكواد تونسي مش افضل حاجه، مش سكواد البرازيل، لكن سكواد ممتاز. في كل مركز عندك لعيبه كويسه ولعيبه مهاريه، لعيبه عندهم مهاره كوره. المنتخب الاسترالي احنا بنتكلم، المنتخب الاسترالي كله ما عندوش نجوم، مش نفس جيل هاري كيول. ده مش جيل هاري كيول، جيل هاري كيول ده كان جيل مخيف فعلا. استراليا في اخر كاس اسيا ما قدمتش شيء، كنا نقدر نعمل ولكن للاسف ما قدرناش. النهارده المنتخب التونسي قدم 45 دقيقه كويسه جدا الاولى، وصل لمبتغاه وقدر ان هو النهارده يعني يحط المنتخب الفرنسي في نص ملعبه ويضغطه، جاب هدف اتلغى، ومع بدايه الشوط الثاني قدر ان هو يترجم التقدم ويترجم السيطره لهدف مستحق لوهاب الخزري، واحد في وجهه نظري واحد من نجوم المباراه النهارده. وبسبب الطريقه الصحيحه للعب بيها، انت بتلعب 4 3 محتاج اللاعب الامامي ده ما يكونش مهاجم صريح، مش محتاج يبقى مهاجم صريح. يوسف مسكت طبعا لعيب كبير جدا، لكن الخزري النهارده في وجهه نظري قدم مباراه مميزه جدا، وقدر بدور المهاجم الوهمي ان هو يعني يضحك على لعيبه فرنسا، ويقدر في اوقات كتيره ياخد الكره من تحت وينطلق بوشه تجاه المرمى. ده بيديله خطوره اكتر ما انت حاطط واحد قدام ثابت وعمال ترمي له الكرات الطوليه او الكرات العرضيه وخلاص، بتسهل مهمه الدفاع. وده اللي احنا شفناه في ماتش استراليا، مش هتكلم عن ان في اخر المنتخب التونسي خد نقطه، لكن في استراليا كرات طوليه كتيره، كرات عاليه كتيره، مفيش خطوره. في كل الاحوال مبروك للمنتخب التونسي، نسجل في تاريخه في المونديال انه كسب فرنسا حامل لقب 2018، كسبها في نسخه 2022، لكن هارد لك توديع البطوله بشكل مبكر من دور المجموعات في فرصه كانت واضحه جدا وسانحه للمنتخب انه يكمل ليه دور ال 16 ويصعد بجوار المنتخب الفرنسي اللي طبعا احتل صداره المجموعه. شكرا جزيلا ليكم، كنت معاكم كريم سعيد.